فإذا جاء المسيح ليقدم الحرية، أما الشيطان مكتوب عنه جاء ليسرق ويذبح ويهلك أنفس الناس. ولاحظ اليوم الناس لما بتسأل على قائد ودائما بناشدوا الحرية، عاوزين شخص يكون حقيقي، شخص يكون مثال، شخص يكون قداسي، شخص يكون كامل، شخص يستطيع وعنده القدرة أن يحرر من كل أدواع ومن كل إدمان الخطية.